السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله يا أخوتي راح نتعلم نرسم رسمة إن شاء الله تكون سهلة وبسيطة للمبتدئين اللي حاب يتعلم الرسم بطريقة سهلة وبسيطة. يعني راح نستخدم في الرسم يا حباب ورق طباعة وأقلام خط عربي سريعة النشفان طبعا. إمكانك تستخدم كمان ألوان، تستخدم الألوان تكون سريعة النشفان في التلوين، خاصة إذا أنت عم ترسم على ورق طباعة، لأن ورق طباعة يا أحباب هو ورق يعني مو سميك، يعني ما بتحمل الألوان المائية. فإذا أنت حاب عندك ألوان مائية وحاب ترسم، إمكانك ترسم على ورق مقوى يكون سميك علشان أنك تقدر ترسم. تابع الرسم البداية للنهاية إن شاء الله أنكم يعني تكون رسم سهل وبسيطة. نرجع أذكركم يا أحباب اللي حابنا وحاب محتوانا يدعمنا على هالقناة يا أخوتي علشان ندعم القناة ونستمر في تعليم الرسم. إن شاء الله الأمر سهل وبسيط، وأي استفسار يا أحباب كانكم تكتبوا التعليق، وكمان لا تنسوا زر التنبيه علشان إذا أنت حاب يوصل لك إشعارات بالمقاطع اللي حملها كانك تفعل زر التنبيه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.